قسم عمره اذا مره فرص يلا قو 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 يلا نسحوي لا 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 كثير وش 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 ارقص معانا وفرفش وش 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 ارقص معانا وفرفش ورجينا ضحكة هالوش العبوا هالدنيا طنش ورجينا ضحكة هالوش العبوا هالدنيا طنش وش 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 ارقص معانا وفرفش يوم صغار بكرة كبار واحد راح ينزل بخور والتاني بينزل طيار وش 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 ارقص معانا وفرفش واحد اثنين ثلاثة أما الطيب حياتي أربعة خمسة ستة غدانا اليوم فتة سبعة ثمانية تسعة الرامل نبني قرعة عشرة 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 معاكم تحلى السهرة وش 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 ارقص معاكم يلا انت اسمك كفاية كفاية عشان تعزمي ماشي شو الطبخة مكلوبة 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 توكلي مكلوبة هاي كفاية عزمتك على مكلوبة تحبيها أنا طبخة تاني محمد عشان تعزم ماشا منسف توكلي منسف يا ماشا ولا فوفو فوفو عشان تعزم ماشا يا فوفو دوالي دوالي يا ماشا توكلي دوالي زاتي أبو متحبش الدوالي جوري عشان تعزم ماشا يا جوري على كوسا على كوسا شو لا برضو ما نتالي عشان تعزمي ماشي يا نتالي ملوخية ملوخية تعالي يا نتالي تعالي سمعوني زعف كبير كبير يا نتالي طبعا نتالي عزمة ماشا على وين يا ماشا وين وين مش هلا تعالي تعالي شو مش هلا بلك شو لا وين فيش طبيخ جوا هاي روضة روضة الباب من هناك يا ماشا ورجع استني شوي ماشي ورجع بيتك يا ماشي استني يا ماشي ما فيش حاجه عليا استني شوي والله ما بتروح استني شوي هذول استني يا ماشي اطلع اطلع يا ماشي شايف هذول الاولاد والبنات جايين عشان يحضروا الحفله بدك تروح تاكلي انت تعبي بطنك ما بيزبط هلا احكي لها بعدين يلا مثلا احكي لها بعد الحفله بتاخذيها وبتعزميها بتاخذك احنا بتعزميها شو تمام؟ يلا سمعوني زعف كبير كبير يا نتالي شكرا نتالي بعد الخطوة الشوفية ماشي يلا زعفوا يا نتالي زعف كبير ايش نتالي خلص بعد الخطوة خلص يا نتالي بعد الخطوة ايس هلا بزبطش والله ما بزبط خلص روحي انت خلص شوفي ولك ولك فرد ايه هلا البنت خلص بزبطش خلص انا عشرة مبخطية بالبنت عليك عشرة رقصة بوسة حمام واحد اثنين يلا ننام يلا خذوا لكم غفوة كلكم ناموا صباح على خير اسخوا بالله عليكم بنتو ساعدونا نايمين بسم الله الرحمن الرحيم هلا بدنا نصافيها السريعة اللي بتخفى ماشا ماشا الله عليك في حدا صيح شيء استنى شوي انا بعد من الثلاث عشان نفس الصوت ماشي بعد من الثلاث وبتحكوا ماشي باغلى صوت عندكم جاهزين بعرف ايش
احسن مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا ولك استنى شوي ولك هذا مش هو مش هو تعال احكي لك انا تعالي تعالي لا لا مش هم لا لا اطلع احكي لك مين ناشا انت بتحلمي وبتشوفي كوابيس صح؟ عشان هيك ضلك صاحي ما بتحلمي وما بتشوفي كوابيس يا حرام يا ناشا لا وين هو خليك صاحية واحد اثنين ثلاثة مش هم مش هم انتوا صيحتوا؟ انتبهي ماشي بتحلمي خلص خلص انت بتحلمي ما احكوا لها ما تنامي وخلص خلص ما تنامي ما بتشوفي كوابيس يا ماشا تمام يلا نرقص ورق سبعة كف على اليمين كف على الشمال كف على اليمين كف على الشمال دقوا بالطبل كمان دقوا كف على اليمين كف على الشمال كف على اليمين كف على الشمال دقوا عالطبل كمان حلوين هزوا الخاصر عالجنبين يلا يلا والقلب كمان مرتين هزوا الخاصر عالجنبين والقلب كمان مرتين والايدي على الكتفين يلا حركي يا حلوين كف على اليمين كف على الشمال كف على اليمين كف على الشمال دقوا عالطبل كمان نتاج ليش بتحبي ماما؟ عشان هي اللي استمت فيني زقفة كبيرة لماما ليا ليا ليش بتحبي ماما؟ لأنها حملتني في بطنها 9 شهور زقفة كبيرة كبيرة ليش بتحبي ماما؟ لأنها بتشتري لي كثير أشياء زعف لماما اللي بتشفين يا قادم ليش بتحب ماما؟ قال الرسول لا لازم نحب أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي زعفونا محمد محمد ليش بتحب ماما؟ عشان أطبخ زعف لماما اللي بتطبخ إيلاف لماذا تحبين ماما؟ عشان هي ربتني أوه. الله عليك يا إلهي زعفة كبيرة كبيرة فاطمة إيش؟ فاطمة فاطمة لماذا تحبين ماما؟ لأنها هي اللي طعمتني أوه. يا عيني زعفة لعيون الماما ومحبين الماما إذا فو ارضى ماما بتطبخ أكلاتي وبتغسل لي غسلاتي ماما بتطبخ أكلاتي وبتغسل لي غسلاتي يلا نبوس ايديها نتفتل حواديها يلا نبوس ايديها نتفتل حواديها لو نادت نحكي حاضر الله يرضى عليها زعف العيون ماما فوق ايوه 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 مع بعض مع بعض 9 شهور حملتنا ربتنا وكبرتنا 9 شهور حملتنا ربتنا وكبرتنا احلى اسم سمتنا لعم الطيب جابتنا عينك يا بابا عينك زافر الدعوة الله عليك الله 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 سؤال ممتاز فيه تطور سؤال
خلص يا دوب خلص. شوف دعاتولك خلص خلص. كم جاوب على سؤال الرياضيات؟ سؤال الثاني للدوب، وين يا دوب تمك؟ الله يا عم الدوب ذكي ذكي. السؤال الثالث للدب، وين يا دب اجرك؟ اجرك يا دب، اجرك اجرك. برافو زعفولي زعفي كبير كبير كبير. وركز انت جايب شو مفكر؟ خلص تنجاوب على سؤال صعب؟ فين السؤال؟ اخر سؤال للدب، اذا بجاوب على صح بيكون ذكي. وين يا دب ايدك؟ الله زعبول زعبول يا عزيز. هذا تعال تما دانا. يا عيال عليكم الله ترفع الراس. طيب ماشي 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 ماشي. الدب بحكي لكم انتم بطيئين بالاجابه. كذا كذا لا انت محتاج بطيئة. انت بنت الثانية كنت بطيء يعني عادي. طب بس فرجوا عنكم سريعين بليز. يلا اسرع شيء اسرع شيء. هلا 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 هلا. انت جملك ولا جملك؟ بحكي لكم بحكي لكم الدب كان اسمعوا اسمعوا انتم بتخربشوا. انت شفت انت شفته بحكي انه شافكم متخربشين. انا عارف مين صدق. يلا كمان مره برجو عنكم متخربشوش. يلا انا ارفع بما دانا. يا دب ولا حدا خربشين طلعت علينا كلهم جاوبوا صح. بدي اتحداكم تحدي. كنت التحدي؟ كنت التحدي؟ تفضل شو التحدي تاعك؟ يا الله انا اخربشكم بتخربشوا؟ لا بخربشوش. يعني اوافق على التحدي؟ احنا هم نتحداك. ما سلم علي بدون ما تقولها. احنا يا دوب رح نتحداك هلا وما رح يخربشوا وراح يجاوبوا كلهم صح. وانت دق 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 اصبر علي. جاهزين؟ جاهزين. مش تخربشوا؟ اوعوا هذا اذا فاز مصيبه. يعني راح ياخذ بحاله مقلب وراسه فوق ما هو كبير يكبر بزياده. خلينا نشوف بس امانه لا تخربشوا. ركزوا منيح. يلا نشوف. انا انفع تمام تمام اشرب يا هاي فخرة سلامة. اسكت يا دوب اسكت. وين بحكي لكم هاي اجرك؟ هاي اجرك؟ هاي فاز علينا. مبسوطين هيك انتو؟ كيف كيف؟ طلع راسه. انت بتنفس من هون؟ انت منفس براسك قاعد. مبروك يا دب، مبروك فوزك علينا. هيا دب. تعطيهم اخرى فرصة؟ اخرى فرصة بلكي نفازوا عليك. عن جد؟ بدي اعطيكم كمان فرصة. يلا امانة ركزوا.
هاي شو هاي؟ هاي هسا إذا إذا تأخذيش إذا بتجاوبوا إذا بتجاوبوا صح بتصيروا تعادل، إذا بتجاوبوا غلط بفوز علينا وخلص إحنا راحت علينا. جاهزين؟ أكيد. تأخذيش تأخذيش أكيد. يلا جاهزين؟ أنا دانا يعني يا دوب انا عمري ما شفت حدا كيل دم بالضحف زيك. خلاص ارجع على برا ارجع على برا ارجع على برا. بحب امزح معك انت ورده كلها منوره حبيبي يا دوب بنتك. والله طبعا الكلمه سمعتها مش افضل. لا بحكي مع شو اسمه شو اسمه رجل؟ احمد. مع احمد بحكي. والله حكيت لي احمد. بس خلص اسمعوا بدي اشوف مين اسرع سبعه فيكم. جاهزين؟ الرجال وين عينك وين عينك ام الطيب هيا 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 شوفوني وين انفك وين انفك ام الطيب هيا 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 شوفوني وين راسك وين راسك ام الطيب هيا راسي هيا راسي شوفوني وين ايدك وين ايدك عمو الطيب هاي 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 شوفوني وين دانك وين دانك عمو الطيب هاي هداني هاي هداني شوفوني وين تمك وين تمك عمو الطيب هاي هداني هاي هداني شوفوني وين شعرك وين شعرك عمو الطيب هيو شعري هيو شعري شوفوني وين رجلك وين رجلك عمو الطيب هيا رجلي هيا رجلي شوفوني غنوا معي شدوا بعضكم يا اهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم نخلق فلسطين ما ودعتكم ولكم عوالك صيني نشكب بالحجر عوالك صيني يا فلسطيني علي جارالك يا فلسطيني إذا بتحبوا فلسطين لازم تكونوا حافظين هاي الأغنية. غنوا معي غنوا معي شدوا بعضكم الله عليكم ما ودعتكم يا عين عليهم انا اولد سيني دويتوا دويتوا مع بعض يا فلسطيني علي جارالك يا فلسطيني. على عهد عراديني على عرض تلاقيني أنا الأهل أنا فيها أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على عهد عراديني على عرض تلاقيني أنا الأهل أنا فيها أنا دمي فلسطيني 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 على عهد عراديني على عرض تلاقيني
علينا كرمال الغالي حبيبي وحبت عيني أشوف واللي بحبه العم الطيب يرفع حشرة هاوية يا صغيري لحظي